نهى نهى اهدي بس اهدي يا حبيبتي امال ما تعمليش في نفسك الضيق ده امر ربنا وان شاء الله بكره ما تقوليش بكره ما تقوليش بكره انت ما حدش حاسس بالنار اللي جوايا طيب طب بس هاد نفسك عليها قوي وما احبش اشوفها في الوضع ده ابدا ربنا يصبرك ويصبرها معلش يا حبيبي والله انا الصدمه كانت شديده انا نفسي مش حاسس ولا عارف ايه اللي حصل انا سيبناها في الحضانه زي الفل ومشينا معلش يا ابني انتوا لسه شباب مستقبل والحياه قدامكم ربنا يعوض ربنا يعوض عليكم طفل واثنين وثلاثة إن شاء الله يا عمي إن شاء الله نهلة نهلة رجع علي يا نهلة فوزي فوزي الحي فوزي الحي يا أحمد نهلة ما تردش علي دكتور يا أحمد خليك معايا يا عمي على مطلب الدكتور بسرعة الحي يا فوزي البنت هتروح مني يا فوزي البنت هتروح مني الدواء ده هيهديها ويخليها تعرف تنام وده مهم جدا في حالتها بس انا بنصحكم انكم لازم تعرضوها على طبيب نفسي حاضر يا دكتور استاذنا السلام عليكم سلام ورحمه الله يا دكتور بعد اذنك يا عمي ايه يا حضرتك انا حاسب الدكتور اتفضل يا دكتور خلاص شكرا الف شكر مع الف سلامه ايه خير يا حبيبي ايه يا بابا نهله مالها ايه الاخبار يا جماعه طمنونا ما انا عارف يا بنتي طيب انا هسيبكم واطلع اطمن عليها بعد اذنكم اتفضلي ايه يا بابا يا ترى الدكتور قال ايه ابدا كتب لها على ادويه مهدئه وقال نعرضها على دكتور نفساني معلش يا بابا ما هي الظروف اللي مرت بها نهله اليومين اللي فاتوا دول عرضتها لازمه جديده جدا ربنا يسهل ان شاء الله ان شاء الله قالها عن اذنك يا عمي انا هروح اجيب الدواء يعني انا هبعت اي حد يروح يجيبه يا احمد مش مهم يا عمي انا هروح اجيبه انا كمان عايز اخرج شويه خلاص يا بابا سيب احمد على راحته عن اذنكم اتفضل يا ابني اتفضل